يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن آلام العمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. هي من الآلام الشائعة جدا وما بتتوقف عند عمر معين، فهالموضوع ما بيصيب كمان كبار السن فقط، كمان الشباب بأعمار صغيرة ممكن يتعرضوا لها ويتعرضوا لهي الآلام يلي ممكن يكون وراها أسباب كثيرة. رح يعرفنا على هي الأسباب الدكتور رائف ياسين الاختصاصي بالأمراض العظمية وجراحتها. يسعد لي صباحك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. وبتمنى السلامه لكل الكادر الطبي، خاصه أكيد. المصابين بفيروس كورونا، لانه هن الخط الاول للدفاع عن هالموضوع بغض النظر شو كان اختصاصهم. اكيد طبعا هن معرضين لهالقصة. ما دام انت لك علاقه مباشره مع المريض ممكن باي اختصاص انك انت تنصاب بهذا. اوكي رح نبدا فورا بموضوع فقرتنا، الام العمود الفقري. شو ابرز الالام اللي ممكن يتعرض لها هذا العمود؟ هلا اول شيء نحن نعرف على الساده المشاهدين شو هو العمود الفقري. العمود الفقري هو الراف على جسم الانسان، هو الاساس بجسم الانسان. العمود الفقري بيتالف من 33 فقره مقسمة على 7 فقرات رقبية، 12 فقرة ظهرية، 5 فقرات قطنية، 4 فقرات عجزية، والعجز الأخراني تماماً. جمعاً يكون 33 فقرة. طبعاً بين الفقرات في أربطة وبين الفقرات في ديسك هو اللي بيتحمل الصدمات، وفي عضلات على جانبين العمود الفقري. وقت منلاقي أي عضو بجسم الإنسان مؤلف من كل هالعناصر أكيد في عنده مشاكل كتيرة وفي عنا أمراض كتيرة، بس ممكن تلافيها وممكن شفائها وعلاجها طبعا. تماماً. طيب دكتور خلينا نحكي عن أهم الأعراض اللي ممكن تظهر على مريض اللي بيعاني من آلام العمود الفقري. هل الأربطة، هل العضلات المحيطة فيه، ولا لا مثل ما قلت هي كلها بتكون؟ طيب حنبلش نحن أول شيء نقسمها بالعمود الرقبي. أوكي. العمود الرقبي شو ممكن يظهر عنا؟ طبعا على هوا الأعمار بالشباب ممكن يظهر عنا شيء اسمه تقوم. تقوم هو تشنج عضلي. تشنج العضلي بيعمل آلام رقبية شديدة ممكن تمتد للرأس أو للكتفين. تمام. ممكن نلاقي تبدلات تنكسية عند شوي الكبار بالسن، هل عمرهم بين 40 و50 سنة، تبدلات تنكسية يعني بيصير سطح الفقرة عليها مناقير غير مستوية. ممكن يكون عندنا ديسك رقبي. ديسك رقبي كتير هذا مزعج ومشكلة، وبيعمل لك خدران وتنميل مستمر بالإيدين وبيكركب حياة المريض طبعا. وممكن يكون عندنا انهدام فقرة سببها هشاشة العظم. وممكن يكون عند الصغار بداية الجنف. الجنف ممكن يكون من الرقبة للقطني بشكل اس، هلا بنحكي معه بقرني. طبعا هذا العمود الرقبي. اما العمود الظهري طبعا اكثر الاصابات بتكون هي بالعمود الرقبي والعمود القطني. العمود الظهري قليل اصاباته، ممكن يكون في عندنا حدب بتلاقي المريض عم يحدب لقدام. ممكن يكون انقراص عندنا خفيف، وهذا الوجع بينتم للصدر للامام الصدر وشغلته بسيطه ويعني ممكن علاجه بشكل بسيط. المرحلة الأهم هي الآلام القطنية. هذه دائما نحن يعني إذا بقول لك يعني آلام أسفل الظهر. آلام أسفل الظهر تقريبا 60% من مراجعينا بالعيادات نحن كأطباء عظمية أو كزملائنا أطباء العصبية هن الآلام القطنية. شو ممكن يكون أسبابها؟ ممكن يكون أسبابها مثل ما حكينا جنف، ممكن يكون أسبابها انهدام فقرات عند كبار السن. بيصير عندنا هشاشة عظمية، تنضغط الفقرة، هالفقرة وقت تنضغط بتعمل ضغط على جذور الأعصاب بتعمل هالآلام. طبعا وقت بيكون في ضغط وانهدام فقرة ممكن تعمل جنف مرضي بنسميه هذا تماما. تبدلات التنكسية على سطوح الفقرات، الديسكات، الانقراصات الكثيرة، كل هذا بيؤدي إلى آلام ممكن تنتشر على الطرفين السفليين. وهون بقى والديسك طبعا هذا مهم كثير واكثر الحالات الشائعه طبعا. بتلاقي كثير مرضى، نحن بنحكي على كبار السن هذي من 50 سنه وخاصه السيدات، دائما لكم حصه كبيره بالنساء باعتبار هن معرضين للهشاشه اكثر. تماما. هشاشه العظم اذا ما عالجناها مضبوط من اولها بتؤدي الى انهدام فقره. بتلاقي المريضه بتجي بتقول لك دكتور حاسس حالي عم بقصر. تماما عم تقصر. هلا 33 فقره، إذا صار في انهدام بكل فقرة 2-3 ميلي بيقصر المريض بقى. بقى مشان هيك نحن بسن معين أنا بنصح السيدات دائما بعد 45 سنة نروح نراجع طبيب عظمية يركز لنا أدويتنا، أو طبيب النسائية إذا هو عنده اطلاع على الموضوع يعمل لهم تركيز للأدوية تبع هشاشة العظم.
طيب دكتور خلينا نروح لموضوع مهم جدا اللي هو الديسك. اكثر شيء ممكن يصيب الرجل او المراه بموضوع العمود الفقري. تمام. ليش بينصاب الشخص بديسك؟ هو تسميته ديسك، كلنا عندنا ديسك، بس ليش بيصير انضغاط على الديسك اللي بيفصل بين الفقرتين من فقرات العمود الفقري؟ شو الاعراض البدئيه اللي بيطلعها؟ هلا الديسك هو نحن هو غضروف الياف على الدائر الدائر وماده هلاميه بالوسط. وقت بيصير في حركه غلط او رده مباشره او ضغط مباشر على الفقرتين اللي الديسك اللي بدنا نحكي عليه اللي بينهم، هذا بيعمل فتق بالالياف، بيطلع هالديسك بتلاقيه بينحشر بين العصب وبين الفقره. هون بيضغط على جذر العصب ببلش يعمل لك هذه اعراض الديسك. هذه ممكن تكون خدران، ممكن تكون تنميل، ممكن تكون مثل حرقه، بتقول لك المريض الحرقه، ممكن بقول لك انا ما عم بقدر اقعد، وممكن كثير كثير انه يصل لمرحله يعطيك هبوط قدم. لانه نحن بنذكر انه تطلع الاعصاب الحسيه والحركيه من بين الفقرات. تمام. فممكن العضو اللي عم يعصبه هذا العصب هو اللي يبلش بالالم او بالخدران. اكيد طبعا طبعا اكيد طبعا. واهم شيء كمان بالديسك انه ممكن يكون عندك ديسك وقت بيكون في عندك انزلاق فقره، هذا نسينا نحكي فيها. سببها رديه المنشا، دائما انزلاق الفقرات بتعمل ضغط على الغضروف او على الديسك وبتعمل هالفتق. هلا بيقول لك فتق نواة لبية، لأنه بالتشخيص وقت بيجيك من الأشعة هو فتق نواة لبية، يعني تطلع المادة الهلامية تضغط على جذر العصب تعمل له هالوجع من بداية منشأه. طيب دكتور خلينا نحكي عن آلية التشخيص للديسك، يعني كل مين مثلا وجعه أسفل ظهره وما قدر يقوم يوم يومين بنقول إنه فورا ديسك ولا لا؟ في أعراض معينة وآلية التشخيص بتقول إنه فعلا هذا الشخص صار عنده ديسك؟ طبعا أكيد مو كل آلام قطنية أو آلام رقبية هي ديسك. مثل ما حكينا في أعراض كثيرة وفي أمراض كثيرة، هي فينا نحن بتصير في هيك شوية تداخل او لغط بين التقوم والانضغاط البسيط وبين الديسك. تمام. طبعا نحن الفحص السريري كثير 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 مهم للمريض، بدقه ينفحص المريض، ينفحص العمود الفقري، تنفحص الاطراف العلويه والسفليه. طبعا التشخيص المبدئي هو الفحص السريري. أوكي. بعدين نتجه نحو الصوره البسيطة للعمود الفقري لتظهرنا في عنا تبدلات تنكسية، في عنا انقراص، في عنا مناقير، شو في عنا. بعدين بالآخير يعني نحن منتجه لصورة MRI، صورة الرنين المغناطيسي للعمود الرقبي أو العمود القطني، وطبعا هي إمام الطبيب. دائما يعني إمتى ما طلع معنا هالمشكلة بقى هون على ضوءها منعالج المريض بقى. تمام. لازم يكون تشخيص جدا دقيق حتى نقدر نتدخل. طبعا إن كان فيزيولوجيا، إن كان بعلاج تقويمي او حتى جراحيا. امتى بنوصل للجراحه؟ بنقول خلص ما في مجال الا الجراحه. هلا نحن طبعا اول شيء بنعالج بالعلاج الدوائي، بالراحه المريض، عدم حمل الاوزان الثقيله، اذا مهنته ما تتطلب انه حركه غلط، حمل او القياده كمان، او القياده لفتره طويله لانه بيصير انضغاط على العصب. نحن بنقول له ريح حالك فتره بين الاسبوع والعشر ايام. طبعا مو انه هي رياحه بالتخت مستمر، لا، بس انه نريح حالنا من العمل الشاق. طبعا المرحله الثانيه طبعا بعد ما بنعطي الدواء بنشوف المريض بعد 10 ايام، اذا ما لقينا تحسن ممكن في شيء اسمه هلا تسكين الم. في شيء اسمه تسكين الم، عم نعمل تسكين الم، زملائنا اطباء التخدير كثير شطورين فيها، عم يعملوا تسكين الم لفتره مؤقته. هلا في شغله ثانيه قبل ما نصل نحن لشيء اسمه العمل الجراحي. عم نعمل نحن دائما حقن اما بلازما او خلايا جذعيه بالمنطقه المصابه. أوكي. يعني انا بخبرتي بهالقصه اللي صار لي تقريبا 5 سنين عم نشتغل فيها عم تعطي نتائج كثير حلوه. عم ناخر من العمل الجراحي اللي أوقات ممكن اوقات عم نعطي شفاء حتى. نحن كاطباء يعني
نقبل انه اذا راح 60 ل70% من الالم انه هذا مقبول كثير، ما بندخل بنروح بمتاهات العمل الجراحي. طبعا العمل الجراحي امتى بنقول اخر الطب الكي هو مهم جدا؟ وقت بتكون عندنا هبوط قدم. شو يعني هبوط قدم؟ يعني اذا بتقولي له للمريض وقف على رجليك على رؤوس اصابعك، رجل من الرجلتين تلاقيها بتهوي ما بيقدر يوقف عليها، هون العمليه اسعافيه صارت ولازم نروح نعمل عمليه. كثير اوقات تترافق عمليه الديسك مع عملية تثبيت فقرات إذا في عنا انضغاط كبير أو انزلاق. تثبيت ببراغي وقصص؟ طبعاً براغي متوفرة عنا حالياً. إيه أكيد أكيد أكيد. لأنه أنا صراحة على الصفحة على الفيسبوك بيجينا كتير إنه احتاجوا لمثلاً 12 برغي أو 14 برغي وعم يلاقوا صعوبة بتأمينهم، فما بعرف مصداقية هذا الموضوع. لا 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 لا, لا متوفرين الشركات عندها ياهم كلها متوفرة. هلأ ممكن يكون مثلاً في أنواع معينة فيها صعوبة للتأمين ممكن، بس إجمالاً يعني أكثر من 95% من مواد التثبيت موجودة بسوريا ومناقصة شي بنوب. ولأمتى لازم يضلوا بجسم المريض؟ وكل هدول ما بينقام. للأمر ما بينقام. إمتى بينقام وبيتغيروا؟ إذا كان صار في لا سمح الله حادثة سقوط أو حادثة سيارة أدى إلى كسور بالبراغي أو الرودات، وقتها منفكر أنه نحن نغيرهم. طبعاً بدنا ندير بالنا على شغلة كتير مهمة ونحكيها قدام السادة المستمعين والمشاهدين، أنه كتير أوقات نضطر أنه نعمل عمليات لناس معهم هشاشة عظم. هشاشة العظم نحن قبل ما نعمل العملية من عدل العشرة بدنا نصلح هشاشة العظم، بعدين بنعمل العملية. نعمل نسيج عظمي صح أول. تماماً تماماً. هلأ بنعالج، وإذا اضطرينا أوقات بنحقن ضمن الفقرة اسمنت ونحط البراغي مشان تثبت البراغي، ما يهاجروا البراغي أثناء المشي والحركة عند كبار السن. تماماً. يعني ختاماً دكتور ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها والحلول البديلة قبل ما الشخص يوصل للعمل الجراحي، والحل يلي هو بيكون بتخوف منه بهذا الوقت بعض الأشخاص وخاصةً الكبار بالعمر. فخلونا نلحق هذا الموضوع من البداية ونلحق العلاجات البديلة. أكيد. يسعد لي صباحك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. شكراً كثير لك دكتور.